الإسرائيلي لأبحاث أظهرت كذب الرواية الصهيونية. فأتى في عام 1986 كتاب توم سيجيف 1949 الإسرائيليون الأوائل، وبعد عام كتابي سيمخا فلابان نشأة إسرائيل الأساطير والحقائق، وبيني موريس نشأة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. أضف إلى ذلك كتاب مايكل بالومبو النكبة الفلسطينية الذي اعتمد على الأرشيف الولايات الأمم المتحدة، والذي لم يستطع أن يجد من يقبل بنشر كتابه في الولايات المتحدة. من بين هؤلاء أصبح موريس الأكثر شهرة بسبب استخدامه الكثيف للمصادر الإسرائيلية والبريطانية، ولأنه نشر فيما بعد كتابين آخرين عن حرب 48، فأصبح يعد كبير المختصين في هذه المسألة. لعب موريس دوراً في زعزعة الأسطورة الصهيونية، ولكنه شكل أسطورة جديدة دخل من أجل الدفاع عنها في سجال مع المؤرخين الفلسطينيين وليد الخالدي ونور مصالحة وصالح عبد الجواد والمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي وأستاذ العلوم السياسية الأمريكي اليهودي نورمان فينكلستين، الذي فقد منصبه في جامعة دوبول بسبب نقده الحاد لإسرائيل. على عكس قراءة بعض المؤرخين أن عمل موريس قوض الأسطورة الصهيونية وأنه انجرف إلى اليمين بعد فشل محادثات كامب ديفيد في عام 2000، يبين هذا البحث بأن ما قوضه موريس هو صيغة الأسطورة الصهيونية التي ليس لها أساس في التاريخ، وأنه قدم بدلا عنها صيغة يمكن دعمها بمصادر بريطانية وإسرائيلية. هذه الصيغة الجديدة مبنية على أن الفلسطينيين هم هجروا فلسطين على الرغم من أن الصهاينة دعوهم للبقاء، وأن هروب الفلسطينيين خلال الحرب لم يكن بسبب رغبة الصهاينة في تهجيرهم، بل الخوف والانهيار المعنوي في المدن والبلدات الفلسطينية. من خلال تهميشه لدور المذابح في التهجير وتكريره أن الفلسطينيين هم من اختار الهجرة، يكون موريس قد أسس مرحلة جديدة من الإنكار، وهي إنكار وجود نية أو خطة لتهجير الفلسطينيين. أحداث رواية عوز تجري في عام 1959، وهو العام الذي نشر فيه المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي دراستين عن حرب 48. أتت الأولى لماذا غادر الفلسطينيون بعد عقد من نشأة وانتشار الأسطورة الصهيونية. قام الخالدي بفحص بعض أهم الجرائد العربية في ذلك الوقت، الأهرام المصرية والحياة اللبنانية والدفاع الفلسطينية، ولم يجد هكذا أمر من الحكومات العربية. فحص الخالدي لبث الإذاعات العربية أتى بنتائج نفسها، فهذه الإذاعات كانت تحض الفلسطينيين على البقاء. لم يكن لدراسة الخالدي أثر على تعاطي الإعلام الغربي مع سبب مغادرة الفلسطينيين لأرضهم، مع استثناء واحد، وهو البحث الذي قام به الصحافي البريطاني إرسكين تشايلدرز، الذي قرر التحري بنفسه فزار إسرائيل طالبا إثباتات على إدعاءاتها، وقد وعده المختصون الإسرائيليون بإرسال هكذا إثباتات، ولكنه لم يتلقى أي منها. نشر تشايلدرز مقالته في عام 1961 في المجلة البريطانية The Spectator، مفنداً الدعاية الصهيونية والغربية تحت عنوان الهجرة الأخرى The Other Exodus، وهذا العنوان يشير إلى رواية الهجرة The Exodus للكاتب الأمريكي ليون أوريس التي ظهرت في 58 وحققت نجاحاً عالمياً، مما جعلها تلعب دوراً كبيراً في نشر الدعاية الصهيونية، خصوصاً بعد أن حولت إلى فيلم في عام 1960. بعد 5 أشهر من ظهور لماذا غادر الفلسطينيون، نشر الخالدي بحثاً أطول حول سقوط حيفا. سبب اختياره لهذه المدينة هو أهميتها السكانية والاقتصادية، إذ كانت ميناء فلسطين الأهم، وبلغ عدد سكانها العرب في ذلك الوقت 70,000. ويعتبر موريس سقوط حيفا في 22 نيسان 1948 نقطة تحول في الحرب، إذ كان لذلك الحدث انعكاساً كبيراً على الانهيار المعنوي في مدن وبلدات فلسطين. التركيز على سقوط حيفا يبرز نقاط الخلاف في تعاطي المؤرخين مع تهجير الفلسطينيين، وفي حالة موريس يظهر كيف تغير تاريخه في كتابيه عن حرب 48 اللذان ظهرا في 87 و2008. عاد الخالدي إلى البيانات التي كانت هيئة حيفا الوطنية قد أصدرتها لسكان المدينة، مبينا أنها حضت السكان على البقاء، وتناول تعاون الجيش البريطاني مع القوات الصهيونية في تطهير المدينة من سكانها العرب، على عكس الدعاية الصهيونية التي كانت وما تزال تدعي أن الصهاينة كانوا يواجهون العرب والبريطانيون في الوقت نفسه. بالإضافة لتعاون الضابط البريطاني ستوكويل، يشير الخالدي إلى أن الجيش البريطاني أبلغ الصهاينة بموعد مغادرتهم للمدينة قبل إبلاغ العرب، وأنه سلم الصهاينة مواقع استراتيجية سهلت استهداف السكان العرب. وكما أعاد الخالدي نشر دراسته لماذا غادر الفلسطينيون في 2005، أعاد نشر دراسته سقوط حيفا في 2008، مع إضافة مقدمة ينتقد فيها محاولة موريس إظهار بريطانيا في دور محايد، قائلا إن تأجيل الضابط البريطاني ستوكويل
لمقابلته مع وفد حيفا الفلسطيني لمدة 12 ساعة في 21 من نيسان، لم يكن سوى لإعطاء الصهاينة الفرصة بالقيام بمشروعهم لطرد الفلسطينيين من المدينة. يقول الخالدي بأن موريس لفق رسالة يدعي موريس أن العرب أرسلوها لستوكويل تطلب منه أن يضع شروطا لاستسلامهم. مقابل هذه الفبركة يبين الخالدي أن موريس أغفل الإشارة إلى أن الفلسطينيين أرسلوا رسالة إلى ستوكويل يطلبون فيها التدخل لإيقاف المذبحة الصهيونية، وأن ستوكويل بدل أن يتدخل أخبر العرب بأن 300 إلى 400 عربي آخرون سيقتلون إذا لم يستسلم الفلسطينيون. سرد الخالدي لما حدث في حيفا يشبه وصف المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي في كتابه التطهير العرقي لفلسطين الذي ظهر في 2006. كلا السردين يخالفان تماماً الرواية التي يقدمها موريس في كتابيه. هذا التضاد هو مثال على الاختلاف في تاريخ ما حدث في 48. فستوكويل لا يبدو في رواية موريس متآمراً مع الصهاينة ضد العرب، بل ضابطاً محايداً كان يعمل على ضمان أمن جنوده في فترة اندلاع الحرب بين الفلسطينيين والصهاينة، وهو لم يسلم مواقع جيشه للهاغانا كما كتب الخالدي، بل انسحب من مواقع تحارب عليها الطرفان العربي والصهيوني، وكان النصر للهاغانا. في نهاية الأمر سبب مغادرة الفلسطينيين لحيفا لم يكن حسب موريس بسبب ما فعله الصهاينة، بل بسبب رفض الفلسطينيون العيش تحت حكم يهودي. المقارنة بين ما كتبه موريس عن سقوط حيفا في 1987 و 2008 يشكل مثالاً على إمكانية المؤرخ تشكيل وإعادة تشكيل التاريخ، صورة الماضي والتاريخ، وعن مقولة الفيلسوف التاريخ بنادوتو كروتشي أن كل تاريخ هو تاريخ معاصر. ما يعنيه بذلك أن الزمان الذي يعيش فيه المؤرخ يؤثر في قراءته للماضي. على الرغم من أن التاريخ الذي نشر في 2008 هو ضعف حجم كتاب 87، إلا أن عدد الصفحات المخصصة لحيفا انخفضت من 22 إلى 4 صفحات. من بين الصفحات التي اختفت صفحتان تتكلمان عما وصفه أحد الضباط البريطانيين بجبن العرب، خصوصا زعمائهم، وعدم رغبة الناس في القتال. حذف هاتين الصفحتين لم يكن صدفة، بل جزءا ضروريا من نهج 2008. ففي هذا التاريخ يستخدم موريس نظرية صدام الحضارات التي روجها سامويل هانتينغتون بعد نهاية الحرب الباردة، والتي لاقت انتشارا واسعا في خلال موجة الهستيريا التي اكتسحت الغرب عقب هجمات أيلول 2001. وهكذا يدعي موريس أن حرب 48 لم تكن فقط حرب شعب يدافع عن وجوده على أرضه، بل أيضا حرب جهادية كانت تهدف إلى إبادة اليهود. لذلك كان من الضروري حذف الصفحات على الانهيار المعنوي السريع والهرب، فكيف يكون الجهادي المقبل على الموت جبانا سريع الهرب؟ على عكس الخالدي وبابي لا يرى موريس أي ضرورة للتعقيب على الاسم الذي أطلقته الهاغانا على عملية السيطرة على حيفا. هذا الاسم، وأنا أعتذر أنا لا أعرف العبرية، ميتسفا بيور خامت، التي يترجمها موريس على أنها Operation Passover Cleaning، أي عملية تنظيف عيد الفصح، بينما يترجمها الخالدي وبابي. الخالدي يترجمها Operation Passover Cleansing، وبابي يترجمها Operation Cleansing of the Leaven، أي عملية تطهير عيد الفصح. كلمة بيور تعني التدمير كما وجدت في قاموس، خصوصا بالنار. أما خامتس فهو الخبز الذي دخلت في صناعته الخميرة. من تعاليم الديانة اليهودية أن يمتنع أتباعها عن أكل الخبز الذي دخلته الخميرة لمدة 7 أيام قبل عيد الفصح. هذا المعتقد أسس لحافل في الديانة اليهودية يحدث قبل عيد الفصح ويسمى بيور خامتس، إذ يقوم أتباع الديانة بالبحث عن الخبز ذو الخميرة وحرقه. بما أن موريس ينتقد الخالدي لاستخدامه كلمة تطهير cleansing بدل تنظيف cleaning، فقد قمت ببحث على الإنترنت عن كيفية وصف رجال الديانة اليهودية في الولايات المتحدة لهذا الطقس. العديد منهم استخدم كلمة حرق الخبز، والرابي أنثوني إيلمن من مدينة لوس أنجلوس يستخدم كلمة تطهير cleansing في شرحه لهذا الطقس. هذا الخلاف حول ترجمة الكلمة هو جزء من التضاد بين الطرفين حول تفسير الخطة دالت التي وضعها الصهاينة في 10 من آذار 48، والتي يراها الخالدي وبابي خطة للتطهير العرقي لفلسطين، بينما يقرأها موريس حرفيا على أنها خطة لمواجهة القرى والمدن التي كانت تحارب الصهاينة. لم يكن لهذا الخلاف حول ترجمة اسم عملية السيطرة على حيفا أن يحدث لولا تطوران. الأول
ما يسمى في الفلسفة والنقد الأدبي بالتحول اللغوي linguistic turn الذي انتقل من دراسة أي ظاهرة إنسانية إلى تحليل اللغة التي يستخدمها الإنسان للكلام عن هذه الظاهرة. التطور الثاني كان الحرب التي عاقبت انهيار يوغوسلافيا. فقد ظهر مصطلح التطهير العرقي في يوغوسلافيا مع اندلاع الحرب بين الكرواتيين والصرب في 91، إذ استخدمت القوات الكرواتية عبارة التطهير الإثني إثنيشكا تشيتشينيا للكلام عن التخلص من السكان الصرب في كرواتيا. قبل ذلك بنصف قرن كانت ميليشيات الأستاشي الكرواتية المتحالفة مع الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية قد استخدمت عبارة تطهير المنطقة تشيتشينيا ترينا. أصبح مصطلح التطهير العرقي معروفا في الإعلام الغربي بسبب حرب البوزنة والهرسك التي بدأت في 6 نيسان 1992، ويبدو أن صحيفة نيويورك تايمز كانت أول من استخدم هذا المصطلح في مقالة نشرتها في 15 نيسان 1992. دخلت عبارة التطهير العرقي معجم مفردات الكلام عن القضية الفلسطينية مع استخدام الوليد الخالدي لها في عام 93، ثم وصلت ذروتها مع كتاب المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي التطهير العرقي لفلسطين الذي ظهر في 2006، والذي يبين أن الصهاينة استخدموا كلمة تطهير بالطريقة نفسها التي استخدمتها القوات الكرواتية المتحالفة مع النازية. إذا كان التاريخ لتطهير العرق لفلسطين قد وصل ذروته في 2006 مع كتاب بابي، فقد يكون هذا التاريخ قد دخل مرحلة التعويم في عام 2013 عندما نشر الصحفي الإسرائيلي آري شافيت كتابه أرضي الموعودة انتصار ومأساة إسرائيل، الذي يسمي فيه تهجير الفلسطينيين صندوق إسرائيل الأسود. في الفصل الخامس من الكتاب يروي المؤلف بالتفصيل أحداث ما حصل في اللد والرملة. يعوم شافيت المذبحة والتهجير من خلال وضع القارئ أمام الخيار بين محرقة ثانية لليهود وتهجير الفلسطينيين. بعد هذا التبرير للتهجير ينسى القارئ هذا الفصل الحزين، لأن المؤلف يتبعه بعدة فصول تمتدح إسرائيل بطريقة لم تحدث من قبل. يسوق فيها شافيت إسرائيل إلى القارئ الأمريكي على أنها بلد cool and sexy. لم يخطئ شافيت الظن، فقد احتل كتابه رقم عالي في المبيعات وأصبح best seller. حظي الكتاب بترحيب هائل في الإعلام الأمريكي مع غياب الصوت الفلسطيني، كما نرى في أطول مقابلة مع المؤلف أجراها تشارلي روز في برنامجه، جمع فيها الإسرائيلي شافيت على اليمين مع الأمريكي الإسرائيلي جيفري جولدبرغ الذي هو بالمناسبة صحفي أوباما المفضل للتكلم عن الشرق الأوسط، ولذلك خصه أوباما بسلسلة المقابلات التاريخية التي نشرت في الأتلانتيك، ومع ديفيد رامنيك في الأخير وهو محرر مجلة نيويوركر. لم يخطر ببال القائمين على هذا البرنامج في محطة بي بي اس دعوة ولو فلسطيني واحد لمواجهة هؤلاء الثلاثة. هذا التهميش للفلسطينيين وتأريخهم كثيرا ما يكون القاعدة. ففي عدد مجلة فورن أفيرز الذي صدر قبل خمسة أشهر والذي خصص لموضوع الماضي الذي لا يموت، هذا هو العنوان، الماضي الذي لا يموت، كيف تواجه الأمم شرور التاريخ، هناك مقالات عن حقبات أليمة في تاريخ عدة أمم، الولايات المتحدة وألمانيا والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ورواندا، إلا أن النكبة تغيب عن الرغم من أن 2018 يشكل ذكراها 70. إذا كان جدال المؤرخين قد ركز على ما حدث في 48، فإن كتاب المؤرخ الفلسطيني نور مصالحة طرد الفلسطينيين مبدأ النقل في الفكر الصهيوني السياسي من 1882 وحتى 48 يشكل تحدي آخر لموريس، إذ يبين المؤلف أن التطهير العرقي لفلسطين كان ركناً أساسياً في الفكر والمشروع الصهيوني، ويشير إلى أن دافيد بن غوريون ناقش مع موسى العالمي في 1934 أن اليهود سيدعمون العرب مقابل مغادرتهم لفلسطين والأردن، ويضيف بأن فكرة تهجير الفلسطينيين كانت منتشرة ومقبولة في الأوساط السياسية الغربية، ففي عام 1944 تبنى حزب العمال البريطاني قراراً يدعو الفلسطينيين إلى مغادرة البلاد مقابل توطين اليهود فيها. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد وجد الرئيس الأسبق هربرت هوفر أن توطين الفلسطينيين في العراق هو حل عقلاني وعملي. يضيف مصالحة إلى أن حجم عمليات التطهير وشكلها المنظم يدل على أنها تعكس سياسة ممنهجة. على الرغم من أن مصالحة يشير إلى أن الحركة الصهيونية لم تصق عبارتها الأشهر أرض بلا شعب لشعب بلا أرض إلى أنه لا يبحث في جذورها، كان رجل الكنيسة الإسكتلندي ألكسندر كيث هو الذي صاغها ثم تبناها ونشرها السياسي البريطاني إيرل شافتسبري في عام 1853 عند بداية حرب شبه جزيرة القرم.
شافتسبري كان يتكلم عن سوريا في العهد العثماني أو ما يسمى بسوريا الكبرى وليس فقط فلسطين. يجدر الذكر هنا إلى أن عصابة شتون جانج التي قامت بالعديد من المجازر بحق الفلسطينيين كانت مبادئها التي وضعها مؤسسها أبراهام شتون تنص على التطهير العرقي ليس فقط لفلسطين بل لسوريا ولبنان والأردن أيضا، أي أن رؤية أبراهام كانت مطابقة لرؤية شافتسبري. لا يمكن الادعاء بأن كيث وشافتسبري لم يكونا يعرفان بأن منطقة في منتصف القرن التاسع عشر بأن ما يسمى سوريا كانت بلد مسكونة، فهذا كان قرن الاستشراق كثر فيه المسافرون الأوروبيون إلى المشرق وتعددت الكتب عن هذه المنطقة. إطلاقهما لهذه العبارة هو نفي فكري لوجود السكان في تلك المنطقة. هذا النفي يعني بالضرورة الدعوة إما إلى إبادة السكان أو إلى تطهير المنطقة عرقيا من العرب. على من يجد في هذا التفسير لعبارة كيث وشافتسبري تطرفا أن يتفكر في المحاضرة التي ألقاها المفكر والمستشرق الفرنسي أنست فونون بعد عودته في 1862 من البعثة التي كلفه بها الإمبراطور نابليون الثالث إلى ما أصبح فيما بعد لبنان. ففي المحاضرة التي ألقاها أمام جامعة فرنسا كوليج دو فرانس بعنوان عن دور الشعوب السامية في تاريخ الحضارة يقول فونون اقتباس: الشرط الأساسي الآن لنشر الحضارة الأوروبية هو تدمير الشيء الذي يمثل الروح السامية، أي تدمير قوة الإسلام السياسية. هذا سيؤدي إلى تدمير الإسلام، فهو لا يمكن أن يوجد إلا كدين دولة، أي أنه عندما يصبح دين حر وشخصي سوف يموت. هذه هي الحرب الأبدية، الحرب التي لن تنتهي حتى يموت آخر ابن لإسماعيل، أي آخر عربي من البؤس، أو ندفعه بالإرهاب إلى أبعد مكان في الصحراء. نهاية الاقتباس. الدعوة إلى قتل آخر عربي من خلال البؤس هي دعوة إلى الإبادة جينوسايد، والدعوة إلى دفع العرب بالإرهاب par la terreur إلى الصحراء هي دعوة إلى التطهير العرقي ethnic cleansing. فكر غينو لا يزال حيا كما يبين ما قاله بنزيون نتنياهو والد رئيس وزراء إسرائيل الحالي بنيامين نتنياهو في مقابلة حدثت في 2009 مع جريدة معاريف الإسرائيلية. بنزيون الذي كان أستاذ تاريخ في جامعة كورنيل في الولايات المتحدة قال للجريدة إنه اقتباس: من خلال منع الطعام عن المدن العربية ومنع التعليم وإيقاف الكهرباء وأشياء أخرى لن يكون بإمكان العرب الاستمرار في الوجود وسوف يهربون من هنا. نهاية الاقتباس. مثلما تكلم رينو عن دفع العرب بالإرهاب إلى الصحراء، قام الصهاينة بدفع أكثرية العرب بالإرهاب خارج فلسطين. ليس من المستغرب أن تكون الحركة الصهيونية قد تبنت خطاب أحد أعلام الاستشراق في القرن التاسع عشر، فكما بين إدوارد سعيد في كتابه القضية الفلسطينية المنشور 79، فإن الخطاب الصهيوني هو نسخة من الخطاب الاستشراقي. العودة إلى جذور التطهير العرقي لفلسطين هي أحد النقاط العديدة للقضية الفلسطينية التي ما زال على الباحثين تناولها. وشكرا. شكرا. عنوان مداخلة الأستاذ محمود محارب رواية الحزب الشيوعي الإسرائيلي للنكبة رؤية نقدية. تفضل أستاذ محمود. دكتور نديم شكرا لك وأهلا وسهلا بالحضور. يعني أنا بخلص على 29 دقيقة من أولها، خلينا نتفق وهذا هو 20 دقيقة. تفضل. نعم. شكرا لك. على 10 و20 دقيقة تبحث. 10 و20 دقيقة تبحث هذه الورقة في دور الحزب الشيوعي الإسرائيلي في النكبة خلال حرب 48 استنادا إلى وثائق الحزب الشيوعي الإسرائيلي، أي أنها تعالج الرواية الداخلية للحزب حينئذ في معظمها. في العام 1919 أسس مستوطنون يهود ينتمون ليسار حزب عمال صهيون الحزب الشيوعي الفلسطيني. ظل هذا الحزب مقتصرا على المستوطنين اليهود حتى عام 1923، ثم جرت محاولات لتعريب الحزب. بعد انطلاق ثورة 36-39 دب الخلاف بين اليهود والعرب في الحزب الشيوعي الفلسطيني بشأن الثورة في فلسطين، وتوترت العلاقات بين الجانبين، وتوسع الخلاف والصراع بينهما في أواخر الثلاثينات وبداية الأربعينيات بشأن المسألة القومية في فلسطين، ودار حول عدة موضوعات رئيسية وهي
الموقف من الحركة الوطنية الفلسطينية ومن أساليب النضال ومن تقويم ثورة 36 والموقف من الهجرة اليهودية، وإذا ما كان المستوطنون اليهود في فلسطين يشكلون أمة، وإذا ما كان لهم حقوقا قومية لا تتناقض مع حقوق الشعب العربي الفلسطيني القومية، وإمكانية وجود عناصر تقدمية داخل الحركة الصهيونية وإمكانية التحالف معها. أسفر الصراع الداخلي في الحزب الشيوعي الفلسطيني بين اليهود والعرب، يعني اليهود المستوطنين مش اليهود اللي كانوا في فلسطين، إلى انقسامه نهائيا في العام 44 إلى حزبين، وفي حين أعاد أعضاء الحزب يعني أعضاء اليهود في الحزب تنظيم أنفسهم بقيادة شموئيل ميكونيس ومئير فيلنر، واحتفظوا باسم الحزب الشيوعي الفلسطيني، نظم الشيوعيون الفلسطينيون أنفسهم في عصبة التحرر الوطني في العام 44. أنا بتحدث بس عن الحزب الشيوعي اللي كان مكون من المستوطنين اليهود. وعقد الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي عادت واقتصرت عضويته على المستوطنين الشيوعيين اليهود فقط كما كان الوضع عليه في السنوات الأولى لتأسيسه، المؤتمر العام 8 و9 و10 قبل حرب 48، وقد تناقضت قرارات هذه المؤتمرات مع قرار المؤتمر 7 للحزب الشيوعي الفلسطيني، واقتربت شيئا فشيئا إلى مواقف الحركة الصهيونية بشأن القضية الفلسطينية، إلى أن تماهت مع مواقفها لا سيما فيما يتعلق بالهجرة اليهودية إلى فلسطين والاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وبناء الوطن القومي اليهودي، ومن ثم إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وأيضا الموقف من الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه القومية. فقد تبنى الحزب الشيوعي في العام 1945 شعارات مثل التطور الحر للوطن القومي اليهودي، وهو ما كانت تنادي به الحركة الصهيونية، والنضال من أجل تطوير الوطن القومي اليهودي، وأن اليهود في فلسطين يشكلون أمة، وأنهم جزء من فلسطين وفي الوقت نفسه جزء من الأمة اليهودية في العالم، وأن لهم حقوقا قومية في فلسطين. هذه الخلفية التاريخية مهمة نذكرها، لأنه لما بنيجي عن قرار تقسيم دعمهم وتأييدهم لإقامة دولة يهودية، هو كان تطور منطقي، وليس لأنه الجمعية العامة اتخذت هذا القرار. وتبنى الحزب الشيوعي الإسرائيلي في حرب 48 الرؤية والرواية الإسرائيلية الصهيونية لطبيعة حرب 48 وما جرى فيها، وتبنى جميع مؤسسات الحركة الصهيونية المختلفة في فلسطين وبنيتها التحتية التي تعمل من أجل إقامة الدولة اليهودية، ولكن من دون أن يتبنى الصهيونية رسميا، إذ استعاض عنها بمصطلح القومية اليهودية. وتجاهل الحزب الشيوعي الإسرائيلي الطبيعة الكولونيالية الإجلائية للحركة الصهيونية وتحالفها المتين مع الدول الاستعمارية، وتجاهل هدف الصهيونية الساعي لطرد الشعب الفلسطيني، وشخص سعيها إلى إقامة الدولة اليهودية على حساب الشعب العربي الفلسطيني بأنه نضال من أجل التحرر القومي ومن أجل الاستقلال، ونفى في الوقت نفسه حق الشعب العربي الفلسطيني في الدفاع عن وطنه، ووقف ضد الحركة الوطنية الفلسطينية، وادعى أنها عميلة للاستعمار، وأن المقاتلين الفلسطينيين والعرب ما هم إلا عصابات مأجورة وقتلة وخدم للاستعمار ومشاغبين ومعتدين برعيم. ومنذ أن تبنى الحزب الشيوعي إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، أخذ يتخذ مواقف أكثر تشدداً من قادة الحركة الصهيونية في معظم قضايا الصراع، سيما في دعوته لإقامة الدولة اليهودية، وفي الإعراب عن قناعته بقدرة اليشوف أي مجتمع المستوطنين والمهاجرين اليهود إقامتها بالقوة العسكرية، وفي توجيه النقد لقيادة الحركة الصهيونية في تقصيرها في حشد كل الطاقات لتحقيق هذا الهدف، فرض الدولة اليهودية بقوة السلاح. لقد ساهمت مجموعة من العوامل في دعم الحزب الشيوعي الإسرائيلي لقيام دولة للمستوطنين الكولونياليين اليهود في فلسطين على حساب أنقاض الشعب الفلسطيني، وأهمها أولا الخلفية الصهيونية للحزب وواقع وجوده في فلسطين كجزء من حركة كولونيالية استيطانية تسعى لإقامة دولة يهودية على حساب وأنقاض الشعب الفلسطيني. ثانيا ازدياد تأثير الأيديولوجية الصهيونية على الحزب، لا سيما عشية وخلال وبعد الحرب العالمية الثانية. ثالثا إدراك قيادة الحزب أن باستطاعته باستطاعة المنظمات الصهيونية العسكرية
مثل الهاغانا أساسا، فرض الدولة اليهودية في فلسطين بقوة السلاح. رابعا موقف الاتحاد السوفيتي الداعم لإنشاء الدولة اليهودية. خامسا إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم في نوفمبر 29 نوفمبر 1947، وتعامله معه وكأنه هذا دين مطلق لا يمكن وممنوع مخالفته. عند صدور قرار التقسيم اجتمع أمين عام الحزب الشيوعي مع رئيس اللجنة القومية لليشوف دافيد ريمز، وأبلغه موقف الحزب الشيوعي الداعي إلى بذل جهد يهودي قومي شامل وحشد وتعبئة جميع القوى الشعبية المقاتلة الميليشيا لتحقيق الهدف التاريخي اقتباس، وهو إقامة الدولة اليهودية. وانضم أعضاء الحزب الشيوعي في فبراير 1948 بعد مفاوضات جادة مع الهاغانا وقيادة الحركة الصهيونية للقتال في صفوف من المنظمة العسكرية الصهيونية الهاغانا التي وصفها الحزب الشيوعي بأنها جيش الشعب، وفضلت غالبيتهم الانضمام إلى البلماح وهي قوات الانقضاض التابعة للهاغانا، هي القوات التي أساساً ارتكبت المجازر كما سنرى لاحقاً. لا توجد إحصاءات رسمية بشأن عدد أعضاء وأنصار الحزب الشيوعي الذين انخرطوا في البلماح والهاغانا ومن ثم في الجيش الإسرائيلي في حرب 48. واقترب عدد أعضاء الحزب في بداية 1948 إلى 1000 عضو، ولكن هذا العدد لا يشمل أنصار الحزب ولا الأعضاء الذين انضموا للحزب خلال الحرب من الهجرة اليهودية المقاتلة من أوروبا الشرقية التي ساهم الحزب في تنظيمها، ولا يشمل أعضاء البريغادة التشيكوسلوفاكية التي بادر الحزب إلى تشكيلها. ولكن يمكننا أن نستشف عدد أعضاء وأنصار الحزب الشيوعي الذين شاركوا في حرب 48 من خلال معرفة عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب الشيوعي الإسرائيلي في الجيش الإسرائيلي في انتخابات الكنيست التي حدثت في 25 يناير 1949. فقد حصل الحزب على 3000 صوت من الجيش الإسرائيلي، قول كان فيهم 1000 كبار اللي تحت 40 لتحت 45 اللي كانوا بيستطيعوا يقاتلوا، يعني بحد 2000 قول 1500. طيب إذا قررنا هدول، امبارح شفنا أنه الجيش السوري كان عدد اللي شاركوا في الحرب قديش، مكسبهم 3000 بس يمكن 2000، وثلاث دول عربية اللي هي السعودية واليمن ولبنان ما تعدى الجيوش، محاسبينهم علينا هم بس ما تعدى، بقول لك 7 دول عربية ما تعدى، كان حزب الشيوعي قواته المقاتلة أكثر منهم، ما تعدوش 1500 واحد، لبنان 1000 هدولك كم من 100. وخلال حرب 48، أنا بدي أحكي بلغة البرقيات نتيجة للوقت وكيف. وخلال حرب 48 قام الحزب الشيوعي بالتالي: أولا شارك أعضاء الحزب وأنصاره في الحرب في صفوف البلماح والهاغانا ضد الفلسطينيين وفي تنفيذ خطة دالت، وشاركوا في احتلال المدن والقرى الفلسطينية وطرد الفلسطينيين منها. ثانيا ارتكبت الهاغانا والبلماح والجيش الإسرائيلي وفق المسؤول عن الارشيف الاسرائيلي 110 مجازر على طول فلسطين وعرضها، وكان اعضاء الحزب الشيوعي يقاتلون في صفوف الهاغانا. واساسا البلماح، لما بنقول البلماح كتائب الانقضاض يعني هذا قال الون، يعني مش جليلي، يعني مش ديان، يعني حيين بارليف، يعني اسحاق رابين معهم، ولم يعترف الحزب الشيوعي بحدوث هذه المجازر، شاركوا فيها، لم يعترف أصلا الحزب الشيوعي بحدوث هذه المجازر، ولم يحتج على أي منها. حزب ما قام يحتج، وفي بعض الصهاينة احتجوا، لم يحتج على أي مجزرة من هذه المجازر، يقول ارتكبت كذا وكذا. أنا قبل كم من يوم رجعت شو كتبوا في كل عام عن دير ياسين، ما في احتجاج على المجزرة لأنها مجزرة جاءت لطرد الشعب الفلسطيني. شو بكتب هناك؟ ليس هذا بحسبك، احكي لكم عن دير ياسين. لم يدن الحزب الشيوعي مجزرة دير ياسين وهو عرضها، ليس لأنها مجزرة بحق الفلسطينيين بغرض تهجيرهم، وإنما لأنها كما وصفها استفزاز، بروفوكاتسيا في العبراني، قامت بها بروفوكيشن، قامت بها الإيتسل وليحي، وادعى أنها تخدم الهيئة العربية العليا والحج أمين الحسيني والاستعمار البريطاني. بهذه اللغة كان يتعامل مع هذه المجازر في تلك الفترة. ثالثا شارك جنود وضباطه في الحرب في توسيع حدود الدولة اليهودية إلى خارج حدود التقسيم، وفي احتلال أراضي تابعة للدولة العربية الفلسطينية وفق قرار التقسيم، ورفض انسحاب إسرائيل منها. رابعا انتقد الحكومة الإسرائيلية بشدة لتقصيرها في احتلال مناطق تقع خارج
المنطقة المخصصة للدولة اليهودية وفي قرار تقسيم كان بمقدورها احتلالها، ولكنها لم تقم بذلك لخضوعها للإملاءات الاستعمارية. هذا مقتبس مثل عدم احتلال القدس العربية القديمة. قال بن غوري أنت ما احتليتش، كنت أنت بتستطيع تحتلها، مكونس وشعراته، مع أنك تستطيع لم تقم باحتلالها. خامسا انتقد بشدة الحكومة الإسرائيلية لانسحابها من مناطق احتلتها مثل انسحابها من سيناء والعريش في حرب 48 تحت الضغط البريطاني الأمريكي. سادسا أيد الهجرة اليهودية إلى فلسطين وساهم خلال الحرب في تنظيمها من دول أوروبا الشرقية. سابعا أيد وبادر إلى تنظيم الهجرة اليهودية المقاتلة من دول أوروبا الشرقية إلى فلسطين ومن ثم إسرائيل أثناء الحرب. ثامنا شارك في توطين المهاجرين اليهود في المدن والقرى الفلسطينية الذين هجرتهم الهجناء والجيش الإسرائيلي. تاسعا شارك في استيلاء المهاجرين اليهود على الممتلكات والأراضي العربية ورفع شعار بعد ما طردوا الفلسطينيين لما سيطروا على الأرض. شو الحزب الشيوعي الإسرائيلي رفع شعار الأرض لمن يفلحها؟ جابوا المستوطنين وعطوهم الأرض وقالوا لهم هذا رفع شعار الأرض لمن يفلح. هذا حساب تاريخي لما الحزب الشيوعي الفلسطيني كان يطرح الشعار الأرض لمن يفلحها ضد الحركة الصهيونية. هلا لما طردوا الفلسطينيين بصفوا حسابات داخلية بينهم بقولوا الأرض لمن يفلحها. عاشرا بخلاف الانطباع السائد تخلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي بسرعة مذهلة عن المطالبة بتطبيق قرار التقسيم المتعلق بإقامة دولة عربية فلسطينية، وعارض انسحاب إسرائيل، عارض بشدة انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التابعة للدولة العربية الفلسطينية التي احتلتها القوات الإسرائيلية، وأخذ يتعامل مع القضية الفلسطينية كصراع بين دولة إسرائيل من ناحية والدول العربية من ناحية أخرى. 11 تبنى الرواية الصهيونية في أسباب تهجير الفلسطينيين واتهم الضحية وحملها مسؤولية التهجير، إذ اتهم القيادة الفلسطينية بده يستعمل مصطلحات ماركسية. شو بقول؟ قال لا صراع طبقات. إيش بقول؟ مين اللي سبب في تهجير الفلسطينيين؟ البنك العربي اللي كان يقوم في دور وطني والشركات المرتبطة به والرجعية العربية والاستعمار البريطاني بالتسبب بتهجير الفلسطينيين. كل شيء من أجل الحرب، كل شيء من أجل الانتصار. دعا الحزب الشيوعي طيلة أيام الحرب منذ بدء الاشتباكات يوم صدور قرار التقسيم في نوفمبر 47 وحتى بداية 49 في قرارات مؤسساته والبيانات التي أصدرها ومن خلال صحيفته الرسمية كلها عام وصحفه ونشراته الأخرى التي أصدرها حينئذ مثل كلها حيال صوت الجندي، كلها لحيم صوت المقاتل، وكلها مقياس صوت المجند، وكلها نوعر صوت الشبيبة للانخراط في صفوف الهجناء والبلماح ومن ثم إلى الجيش الإسرائيلي. يعني كلهم ضموا الهجناء يدعوهم إلى الجيش ثم الجيش الإسرائيلي بعد قيام إسرائيل. وكاد ألا يخلو عدد من أعداد هذه الصحف من دعوة الحزب الشباب اليهود في إعلانات ونداءات خاصة موجهة إليهم للانخراط في صفوف الهجناء أو الجيش الإسرائيلي. شو كان يقولوا؟ بس أنا اللي بدعاني، أنتوا كان لازم تشاركوني شوية. أيها الشباب العبري، لك الغد تطوع، لا تقل غدا تطوع اليوم. أيها الشباب العبري، من أجل استقلالنا السياسي تطوع بسرعة. أيها الشباب العبري للدفاع عن العلم تطوع. أيها الضباط والجنود، قوموا بواجبكم، تطوعوا لخدمة الشعب. العدو على الأبواب، ولا يهمنا سوى الانتصار، الانتصار في هذه الحرب. كل شيء للجبهة. 10:13 أنا مسجل عندي 10:20. العدو على الأبواب، ولا يهمنا سوى أمر واحد، هو الانتصار في هذه الحرب. كل شيء للجبهة، كل شيء للانتصار. منذ أن تبنى الحزب الشيوعي إقامة الدولة اليهودية في فلسطين أخذ يتخذ مواقف أكثر تشدداً من قادة الحركة الصهيونية في معظم قضايا الصراع، سيما في دعوته لإقامة الدولة اليهودية وفي الإعراب عن قناعته بقدرة اليشوف إقامتها بالقوة العسكرية، وفي توجيه النقد لقيادة الحركة الصهيونية في تقصيرها في حشد كل الطاقات لتحقيق هذا الهدف. ألا بدي أتحدث باختصار عن زيارة مكونس إلى دول أوروبا الشرقية، الجهد الذي بذله الحزب الشيوعي في أوروبا الشرقية والسلاح قبل لا يقطعنا الوقت اللي حصلت عليه
الهاجنة والجيش الإسرائيلي في حرب 48 من المعسكر الاشتراكي هو اللي حسم الحرب. هذا في إجماع عليه. 80% من الأسلحة اللي حصلت عليها إسرائيل في حرب 48 كانت من تشيكوسلوفاكيا بتأييد الاتحاد السوفيتي، وهذا موثق. عدد الطائرات جاب 84 طيارة، بس فيش عندنا وقت أشرح لكم في هذا الإشي، بس لكي لا يعني روح اللي شارك فيه في هذا الأمر كان له دور مهم. ميكونس ادعى أنه يكون دوره أهم من بن غوريون، في صار سجال بينهم أنه كان لهم دور. تمسك بهذه الرواية في مؤتمراته اللاحقة حتى 65. هلا نيجي بنقول كالتالي: في هذا السياق أرسل الحزب الشيوعي في ديسمبر 47 عضواء المكتب السياسي للحزب الشيوعي إلياهو جوجانسكي وروت لوبيتش إلى دول أوروبا الشرقية ليمكثا فيها نحو 6 أسابيع من أجل تجنيد مختلف أنواع الدعم والمساندة للمستوطنين اليهود في حربهم ضد الشعب الفلسطيني ولاحقا ضد الدول العربية أيضا. وفي فبراير 48 سافر الأمين العام للحزب الشيوعي شموئيل ميكونس إلى أوروبا الشرقية لتحقيق عدة أهداف، وهي أولا هذا هم يعني بيحكوا إيش ليش راح، وبيعطوا تقرير في اللجنة المركزية وفي المؤتمر العام هاي الأهداف اللي هم حققوها، وهي الأهداف حققت. أولا الحصول على مختلف أنواع السلاح من هذه الدول للمنظمة العسكرية الصهيونية الهاجنا، ومن ثم للجيش الإسرائيلي في الحرب ضد الشعب الفلسطيني. ثانيا العمل على تجنيد اليهود في هذه الدول، لا سيما الشباب وذوي الخبرة العسكرية التي اكتسبوها خلال الحرب العالمية الثانية في جيوش دولهم للمشاركة في الحرب ضد الشعب الفلسطيني. ثالثا العمل على فتح أبواب الهجرة اليهودية من هذه الدول إلى فلسطين، لا سيما الهجرة المقاتلة. رابعا العمل على إقامة معسكرات في هذه الدول لحجز وتدريب المتطوعين اليهود من مواطني هذه الدول، تمهيدا لإرسالهم إلى فلسطين للخراط في الحرب ضد الشعب الفلسطيني. خامسا القيام بحملة سياسية وإعلامية واسعة في هذه الدول التي تهدف إلى تشويه نضال الفلسطينيين ومقاومتهم لإقامة دولة يهودية للمستوطنين الكولونياليين اليهود في فلسطين على حسابهم، وتمجيد سعي المستوطنين اليهود لإقامة دولة يهودية في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني، وطرح هذا السعي وكأنه نضال من أجل التحرر. هلأ أنا بدي أختصر، بدي أقفز شوية عن الدول اللي هناك، في تفاصيل كثير مثيرة للاهتمام هي بتظهر في الدراسة. أنا بحضر كتاب عن هذا الموضوع قطعت فيه مسافة، بس أنا بدي أوضعكم لأنه أنا لما يعني بقرأ الوثائق هاي موجودة في كلها عام وموجودة أيضا في النت هاي، شو بقول عشان أوضعكم في الصورة، شو كيف بخاطب ميكونس الشيوعيين في العالم في مؤتمر الحزب الشيوعي الروماني في شباط 48، شو بقول لهم؟ هو أجا مستوطن كان له بس 10 سنين أو 15 سنة مستوطن في فلسطين. لقد أتيتكم من جبهة النار والدم، من جبهة حرب قاسية وشاقة 10 و17 للـ20، قلت لك لقد أتيتكم من جبهة النار والدم، من جبهة حرب قاسية وشاقة من أجل التحرر القومي، فقد فرضت علينا الإمبريالية الأنجلوسكسونية حربا دامية. فالإمبريالية تنظم عصابات عربية في داخل البلاد وفي الدول العربية المجاورة بواسطة الرجعية العربية، فهي تنظم ظلم أندرس البولندي وظلم هتلر والفاشيين البوسنيين وكل من هب ودب من اللمم ومن الخونة والقتلة، وتدفع بهم جميعا ضد اليشوف اليهودي. هذه اللغة وهذه الدعاية التي كانوا يستعملونها في تلك الفترة. سأقفز عشان أخلص، ضل لي صفحة واحدة وهي تشيكوسلوفاكيا ودورهم هناك، لأنه هم جابوا الأسلحة الأساسية من تشيكوسلوفاكيا. أولى ميكونس أهمية قصوى لتشيكوسلوفاكيا لأنها كانت كما ذكر الدولة الوحيدة في أوروبا الشرقية ما عدا الاتحاد السوفيتي التي تصنع وتمتلك الأسلحة المتطورة والتي يمكن بيعها لمنظمة الهجنة ومن ثم لإسرائيل بعد تأسيسها في أيار 1948. هلأ اشتغلوا كتير وبذلوا جهد كثير وسحل الهجنة، وهي عليه بجيب الوثائق. أنا قرأت حوالي 800 صفحة في رواية شفوية اللي أخذوها منه الجامعة العبرية، هاي مسجلة موجودة في الأرشيف الصهيوني الأرشيف الدولة في القدس،
وهناك بيكشف كل التفاصيل كيف أجرى هذه المشاورات. كمان بدي أقفز عنها وبدي أوجي لبداجي لبريغادة التشيكوسلوفاكية. اقترح شموئيل ميكونس أثناء اتصالاته مع المسؤولين لفقرتين مع المسؤولين التشيكوسلوفاكيين والنشطاء التشيكوسلوفاكيين اليهود في براغ إقامة قوة عسكرية تشيكوسلوفاكية منظمة مكونة من التشيكوسلوفاكيين اليهود ذوي الخبرة الحربية التي اكتسبوها خلال الحرب العالمية الثانية لتحارب إلى جانب إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني. واشتغل هناك طيب ذهب لأنه شوي طويل بيضغط علي. راح هناك اتصل مع قيادة الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي، اتفق معهم على تنظيم يهود تشيكوسلوفاكيين اللي كان لهم تجربة وخبرة. كان الفكرة الأساسية إنه يجند 3000، تعاون هو ومندوب منظمة الهجناء ومن ثم صار سفير إسرائيل في تشيكوسلوفاكيا، وعملوا على التجنيد 1500 في الآخر، نجحوا في تجنيد 1500 واحد. 500 ميكونس بيدعي إنهم كانوا شيوعيين، بنقلوهم مع أسلحتهم إلى فلسطين في آخر شهر 12، بيجوا على 3 دفعات بشكل 3 كتائب. والمهم والمثير الاهتمام في هذا الأمر كيف كان اهتمامي، إنه لما خلصوا شاركوا في القتال وإلى آخره، جزء منهم شارك جزء ما لحق شارك، بس لما خلصوا بدهم مواطنوهم. وين بدهم مواطنوهم؟ أجا ميكونس بيفتخر في هذا الإشي، بيقول إيش جينا إحنا، طيب هدول وين بدهم يسكنوا؟ فقراء، يستعمل مصطلحات فقراء وصراع طبقة ومساكين، وين نسكنهم؟ هدول اللي جابهم من هناك. فقال إيه، طب ما إحنا عندنا إجزم، قرية إجزم في على جبل الكرمل، وقال إحنا رحنا وأخذنا الأرض وسكنناهم فيها، وبعد ما هم كانوا طاردينهم يعني من إجزم، وسموها كفار مهرال، مهرال هاي على حيفا. ومش بس هيك، مش بس هيك، شاركوا في توطين ليس فقط الشيوعيين والآخرين. مش بس هيك، بالنسبة للاجئين، مش ميكونس في المقابلة هاي بيشرح كيف إنه كان يتبع تكتيكات سكرتير عام الحزب الشيوعي من أجل يمنع اللاجئين الفلسطينيين العودة. بقول إحنا بنجيب المهاجرين اللي هو جابوا 250,000 مهاجر من أوروبا الشرقية، بنوطنهم في القرى والمدن الفلسطينية. شكراً لكم. شكراً. أنا من امبارح وأنا أشتغل مع محمود على الوقت، ولم يأخذ أكثر من دقيقتين، أكثر من دقيقتين يعني أوفر تايم، وأنا يعني مسرور لذلك. قبل ما أعطي حق الحديث للأستاذ عادل مناع، أنا كنت بدي يعني أترك دقيقة واحدة إلي، بعد المداخلات، ولكن أجد نفسي مضطر لأقول شيء بعد مداخلة الأستاذ محمود، ثم بعد مداخل في النهاية بعد مداخلتك ومداخلة عادل. يعني أنا بعتقد، أنا بشكر محمود على البحث والتفاصيل والرواية التي عرضها. لا شك أن للحزب الشيوعي الإسرائيلي رواية، إذا بدنا نقول يعني للفلسطينيين رواية، هناك روايات، وللإسرائيليين رواية، هناك رواية ثالثة. ولكن أنا أعتقد من ال يعني بس الحق رد بعدين طبعا في الاخر هذا سؤال. معلش محمود سجله ورد علي، انا مش عم بقول لك شيء لسه، ما حكيتش شيء. لذلك يعني من الفيرنس ان نقول ان الروايه الشيوعيه تطورت وتغيرت، وان يعني محمود عرض جزء واحد منها، وانه هناك الكثيرين من الشيوعيين العرب المثقفين والقيادات التي يعني اللي تحدثوا بلغة مختلفة. وأعتقد أنه من المهم سجل السؤال، أن نأخذ السياق التاريخي. محمود بتحب تكمل أنت؟ لا أسأل وقت الأسئلة. طيب إذن لا، بدي أسأل لسه، أنا رئيس الجلسة وأنا أحدد. شكرا محمود. أن نأخذ السياق التاريخي للرواية التي عرضها محمود، وأن نحفظ السياق التاريخي عندما نتحدث عن الرواية الشيوعية. شكرا. الأستاذ عادل مناع سيتحدث في قراءة مجددة
في الأدبيات التاريخية حول النكبة ومفاهيمها، الرواية يعني القراءة الإسرائيلية المجددة. تفضل. شكرا نديم، صباح الخير، وشكرا على هذه الدعوة التي أتاحت لي للمرة الأولى زيارة الدوحة والتعرف على كثير من الزملاء والفرصة للحديث لهذا الجمهور النوعي في هذا الصباح. صار واضحا للعيان أن ما جرى للفلسطينيين عام 48 كان فصلا من سياسة وسيرورة تهدف إلى اقتلاع العرب الأصلانيين من وطنهم لتثبيت إحلال واحتلال مجتمع الاستيطان الصهيوني الكولونيالي. فاستمرار البقاء والوجود الفلسطيني على أرضه كان وما زال عقبة أمام إتمام نجاح المشروع الصهيوني، وقد سمعنا عن ذلك الكثير فأقفز عن فقرة. يرتبط معنى النكبة في أذهان غالبية الناس بتهجير 750 ألف فلسطيني خسروا بيوتهم وأراضيهم وصاروا لاجئين في البلاد العربية المجاورة، كما أن أكثر من 430 قرية في البعض بجعلهم لحد 1000 وبلدة سكنها المهجرون دمرت وصارت وصادرت إسرائيل أراضيها لإقامة مئات المستوطنات اليهودية على أنقاضها. ومن بين حوالي 900 ألف فلسطيني ومن بين حوالي 900 ألف فلسطيني سكنوا المنطقة التي قامت عليها الدولة اليهودية بحدود اتفاقيات الهدنة 49 لم يبقى إلا حوالي 150 ألف فلسطيني. هؤلاء العرب المنسيون في وطنهم المحتل عام 48 تمت مقاطعتهم من قبل العالم العربي في نفس الوقت الذي عانوا فيه من الاضطهاد تحت الحكم العسكري المفروض عليهم حتى العام 1966. فكيف تأقلم هؤلاء الباقين مع واقعهم الجديد كأقلية مهمشة في دولة تعتبرهم البقية الباقية من الأعداء، وتسعى حتى عام 1956 على الأقل للتخلص منهم؟ وما هي الرواية التي بلورتها النخبة السياسية للباقين لتفسير أسباب وقوع النكبة وتداعياتها عليهم؟ يعني نديم قال شو عنوان المحاضرة، بس بقية عنوان المحاضرة نظرة من الداخل، وهي نظرة مزدوجة من الداخل، جيوسياسية بمعنى الجغرافيا والجغرافيا السياسية بمعنى هم في داخل إسرائيل، ومن الداخل يعني هي برضو نظرة نقدية للرواية الفلسطينية أيضا التي كتبت، بمعنى الفئة المهمشة مقابل رواية النخبة. هذه الورقة تتكئ على بحث أوسع هو كتابي نكبة وبقاء، حكاية فلسطينيين ظلوا في حيفا والجليل 48-56، والذي صدر عن مؤسسة دراسات الفلسطينية في بيروت عام 16. ولا يتسع المجال هنا لتقديم إجابات شاملة وجادة للأسئلة المطروحة أعلى، فأكتفي في هذه المداخلة بتقديم عرض موجز للروايات عرض نماذج للروايات الفلسطينية عموما ومن الداخل الفلسطيني المحتل خصوصا عام 48. وقبل الإجابة على السؤالين الواردين أعلى، دعونا نسلط الأضواء قليلا على الرواية العربية حول النكبة عموما والفلسطينية خصوصا في السنوات الأولى للحدث الجلل، أي بدايات الخمسينيات. كان قسطنطين زريق كما نعلم أول المعاصرين لحرب 48 الذين صارعوا إلى تحليل أسباب الهزيمة العربية في صيف ذلك العام. في عجالة تشخيصه لمعنى النكبة وأسبابها تم تحديد الأطراف المسؤولة عن وقوع الحدث الجلل قبل أن تكتمل فصوله. أشار زريق إلى الأطراف قبل أن تكتمل فصوله أشار زريق إلى الأطراف الرئيسة الضالعة في الهزيمة. وكأستاذ للتاريخ حدد الأسباب المباشرة القريبة وتلك البعيدة أي الجذرية لمحنة العرب عام 48. لم يكتفي المؤرخ الباحث عند تشخيصه عوامل وقوع النكبة ومسببيها بترديد الاتهامات الموجهة إلى اليهود والإنجليز والأمريكان والروس ومجلس الأمن، بل فتش أولا عن الخلل في ميزان القوى بين العرب والصهاينة. لقد رصد عوامل قوة العدو الصهيوني وشدد على أسباب الضعف في كياننا اقتباس، وأن نعرف مدى مسؤوليتنا في هذه الكارثة التي أصابتنا، نهاية الاقتباس.
وكما سنرى لاحقا فإن موسى العلمي وقدري حافظ طوقان أيضا لم يكتفيا بالإشارة إلى الأعداء الذين كان لهم دور هام في وقوع النكبة، بل شددوا على عوامل الضعف الذاتية حين قاموا بتشخيص أسباب النكبة. جاءت قراءة زريق لعوامل الضعف الذاتية في تلك الفترة المبكرة من أحداث النكبة في محاولة للبحث عن سبل وقف النزيف المتمثل بضياع فلسطين وتشتت أهلها. كتب صاحب معنى النكبة مؤلفه هذا ونشره في بيروت صيف 48 تموز 48، يعني نشر أغسطس آب، خلال فترة الهدنة الثانية التي أكدت فشل الدول العربية وجيوشها في حرب فلسطين. ثم تلا كتاب زريق مؤلفات كل من اللبناني جورج حنا الاشتراكي طريق الخلاص، والفلسطينيان موسى العلمي عبرة فلسطين، وحافظ قدري طوقان بعد النكبة. هذه المؤلفات الأربعة تشكل ركيزة أساسية في توصيف وفهم معنى النكبة وتداعياتها عند حدوثها عام 48-49، وقد تم مؤخرا جمعها ونشرها مجددا في كتاب حرره وقدم له الأستاذ وليد الخالدي كما نعرف. وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب تلك المؤلفات هم رجال فكر وعمل أبناء النخبة العربية، وهي نقطة مهمة لأن راح أحكي عن المهمشين. إذن هم كلهم هذول المؤلفين أبناء النخبة العربية. لكن الداء استفحل بعد هزيمة 67 ووصل في العقد الأخير إلى مرحلة من الدمار الداخلي كما تحدثنا أمس أو سمعنا أمس، لم تشهدها المنطقة العربية منذ الحرب العالمية الأولى. في هون فقرة عن عارف العارف وأهمية عارف العارف وكتابة نكبة فلسطين والفردوس المفقود، أقفز عنها لأنه شايف الوقت عم بيلحقني. تمحورت غالبية الكتابات العربية في أعقاب النكبة حول مسألة فلسطين، والقليل منها عالج مصير الفلسطينيين أنفسهم. فالعرب عموما اهتموا بأن يسردوا لأنفسهم وللعالم أحيانا أن ما جرى كان غبنا صارخا، وأن إقامة إسرائيل على أنقاض فلسطين هي عمل غير شرعي أخلاقيا ومناف للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية. إلا أنه أنسنت النكبة الفلسطينية، بمعنى حكاية الناس الفلسطينيين بجميع طبقاتهم غابت عن الرواية العربية، وهذا نقدي الأساسي لهذه الكتابات الأولية. ويبدو غريبا لأول وهلة أن المثقفين من العرب الباقين أنفسهم أبدوا اهتماما قليلا بتاريخ النكبة وتداعياتها عليهم، لكن الاستغراب يزول إذا ما تذكرنا أن هذه البقية الباقية فقدت عام 48 النخب السياسية والثقافية، ولم يبق من هؤلاء إلا قلة من سكان الناصرة وحيفا، كما أن هذه الأقلية الفلسطينية في إسرائيل أنجبت عددا قليلا من المؤرخين، والفلسطينيين عموما برضو أنجبوا عدد قليل من المؤرخين، يعني المعلومات، يعني شوفوا كم مثلا مؤرخ فلسطيني بيعالج تاريخ فلسطين في العهد العثماني 400 سنة مثلا. ابتعد غالبيتهم عن الخوض في المواضيع الشائكة مثل النكبة وأثارها عليهم، كما أن أبناء هذه الأقلية لا لم يكون جامعة ولا حتى مراكز أبحاث لها اهتمامات قوية بالتاريخ. هناك مراكز أبحاث ولكن اهتمامها بالتاريخ قليل، ولذا فإن التهميش المضاعف والخوف من نبش المواضيع الحساسة المتعلقة بحرب 48 ونتائجها أديا إلى التعتيم على موضوع النكبة وتداعياتها، كما أن الحاضلة الاجتماعية للمثقفين المهتمين بذلك التاريخ، وسمعنا عن الشيوعيين بذلك التاريخ، رأت النبش في جروح النكبة ومواجعها طرفا قد يضر بنضالات الحاضر المتعلقة بالسلام والمساواة. وساهم في تعزيز الرؤية المشوهة والمنمطة للباقين بعض المقولات السياسية لبعض قيادات الباقين في حيفا والجليل خلال الخمسينيات. فقد بدأ محمد نمر الهواري مثلا بنشر مذكراته بالعربية في صحيفة اليوم الهستدروتية عام 50، ثم جمعها في كتاب أسماه سر النكبة. في مذكراته وكتابه لم يترك الهواري أحدا من أطياف القيادات العربية عموما والفلسطينية خصوصا إلا واتهمها بالخيانة والتقصير عام 48، فقزم بذلك دور إسرائيل في وقوع النكبة وتداعياتها.
وقد شمل كتاب الهواري مغالطات جمة، حتى قالت عنه باحثة رصينة هي بيان واهد الحوت أن هذا الكتاب ينضح بالشتائم والحقد المرير على النضال الفلسطيني بأسره. وإذا كان الهواري قد مثل بقلمه ثلة من المتزعمين المتعاونين مع السلطات الإسرائيلية، فإن خطاب منافسيهم من الشيوعيين العرب في الحزب الشيوعي وليس فقط اليهود، من الحزب الشيوعي الإسرائيلي لم يختلف كثيرا للأسف في روايته حول النكبة وأسبابها. فقد حمل هؤلاء الاستعمار البريطاني والقيادات العربية الرجعية وعلى رأسها الحاج أمين الحسيني مسؤولية النكبة، كما حاولوا تبرير مواقفهم وأعمالهم عام 48 باتهام العرب والقيادات الفلسطينية بالمسؤولية عن الكارثة بسبب عدم قبولهم لقرار التقسيم. قدمنا أعلاه نماذج قليلة من قراءات الجيل المعاصر للنكبة لمعانيها ومخاطر استمرار تداعياتها إذا لم يتم معالجة أسباب وقوعها بسرعة. فكيف قرأ الجيل الثاني والثالث من المؤرخين العرب أحداث عام 48 بعد عقود من وقوعها؟ وما هي آثار الهزيمة الثانية في حزيران 67 وإتمام احتلال فلسطين التاريخية على إعادة تقييم معنى النكبة؟ وهل قدم الباحثون والمفكرون العرب بعد نكسة حزيران رواية تاريخية جادة ومتكاملة؟ أنا أتحدث عن روايات جادة ومتكاملة وليس مجرد اشترار نفس المعلومات من كتاب إلى كتاب آخر. قبل الإجابة على هذه الأسئلة دعونا نتذكر أن الطرف الإسرائيلي قدم قراءات متعددة، وهنا دكتور ياسر يعني قدم لنا قراءة توصيف للقراءات الإسرائيلية، فما بدي أقفز شوي إنه ما أتوسع في ذكر القراءات الإسرائيلية منذ يعني المدرسة القديمة والمدرسة الجديدة، ما يسمى المؤرخين الجدد، فأقفز عن ذلك وأتركز في ما كتبوا بيني موريس وإيلان بابي مؤخرا، يعني المؤرخين الجدد. وبينما تتوفر للمؤرخين الإسرائيليين وثائق الأرشيفات العسكرية والمدنية والكثير من اليوميات، فإن الباحث العربي يواجه شح في مثل تلك المصادر الأولية في معسكره. لكن الغالبية الساحقة من ملايين الوثائق المحفوظة في أرشيفات الدولة المركزي وفي أرشيف الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية ما زال مغلقا وممنوعا عن الجمهور العام والباحثين أيضا، وقرارات السماح بالكشف عن بعض الوثائق والتعتيم والتستر على مئات آلاف الوثائق الأخرى ما زالت تتخذ بالخفاء من قبل الأجهزة السياسية والأمنية. وهناك فقرة أخرى عن هذا الموضوع بتقرير نشره مؤخرا يعقوب لزوبك اللي هو المسؤول كان على الأرشيف الإسرائيلي، أقفز عن هذه الفقرة أيضا حتى ألتزم بالوقت. أقوال موريس بدت مقنعة في البداية، يعني بالفترة الأولى في آخر الثمانينات والتسعينات، لأن التطهير العرقي في فلسطين كما في أماكن أخرى من العالم كان ممكنا فقط في سياق أحداث الحرب، وهو يعني برر أنه ما حدث هو بسبب الحرب، يعني هنا ضابط قرر كذا، هناك ضابط قرر شيء آخر، ولكن الحرب هي المسرح الضروري للأحداث، ولكن ما يجري على هذا المسرح وبدون شك مسؤولية الممثلين العاملين الذين يقومون بهذه الأحداث، يعني الحرب نفسها لا تفسر ما يحدث في الحرب. إذن ومن دونها كان من الصعب طرد 750 ألف فلسطيني ومنع عودتهم، منع العودة لا يقل أهمية عن الطرد نفسه. لكن الإشارة إلى السياق التاريخي كما ذكرت إلى مسرح الأحداث الضروري ظلت غير كافية لتفسير دوافع الطرف المسؤول عن جرائم الحرب حتى عام 48 ودفع التهمة عن الحكومة الإسرائيلية وإلقائها على عاتق بعض القيادات العسكرية الميدانية كما فعل موريس، ظل رواية هشة، لا سيما وأن تلك القيادات لم تحاسب ولم تعاقب على جرائمها خلال النكبة والسنوات التالية حتى عام 56، حتى عام 56 لم يقدم لا جندي ولا شرطي ولا أي إسرائيلي قام بكل الجرائم حتى مذبحة كفر قاسم، كانت أول مرة يقدم فيها جنود إسرائيليين لمحاسبتهم على مذبحة كفر قاسم. فلو لم تكن أعمال التطهير العرقي
فلو لم تكن أعمال التطهير العرقي مرغوب فيها من قبل القيادات الإسرائيلية لعاقبت المجرمين عن أعمال القتل والتهجير خلال عام كامل. فتهجير السكان الأصلانيين من الدولة اليهودية العتيدة في فلسطين كان هدفاً لمجتمع الاستيطان الكولونيال الصهيوني منذ عام 37 على الأقل، قرار التقسيم الأول لجنة بيل. في المقابل فإن الرواية العربية التي نشرها باحثون أمثال الأستاذ وليد الخالدي منذ الخمسينيات أكدت أن طرد الفلسطينيين من وطنهم جاء نتيجة حتمية لسياسة منهجية عليا وتطبيقاً للخطة دال أو دالت. وقد تبنى إيلان بابي هذه الرواية العربية التي بلورها الأستاذ الخالدي، ونقطة ضعف هذه الرواية هي أنها تصور الفلسطينيين قادة وشعباً على أنهم ضحايا لا حول ولا قوة لهم، كما أن هذه الرواية لا تقدم تفسيراً مثلاً ولا تعليلاً لبقاء حوالي 100,000 فلسطيني في حيفا والجليل. إذا كان هناك خطة للتطهير الكامل فكيف بقي 100,000 فلسطيني في حيفا والجليل؟ يعني هذا سؤال لازم يطرح، ما بنفع هيك نقول في خطة، طب وإيش مع الباقيين هذول كيف بقيوا؟ عادل، في للتوضيح، أنت في حديثك هذا عن بابي ولا بابي؟ عن بابي، نعم. إذن على الرغم من وجود سياسة عليا إسرائيلية لطردهم، يعني تطهير العرقي، فأين اختفى دور العرب كوكلاء فاعلين في تاريخهم وخصوصا في الكارثة الفلسطينية عام 48؟ إن جعل الفلسطينيين وكلاء فاعلين في تاريخ نكبتهم لا يقلل من وزر تعرضهم لتطهير عرقي قام به مجتمع الاستيطان الصهيوني بدعم معسكري الحرب الباردة كما سمعنا. وحتى لا يبقى الحديث في هذه المواضيع نظريا، أقدم في هذه الورقة تجربتي البحثية في كتاب نكبة وبقاء، حكاية فلسطينيين ظلوا في حيفا والجليل. تشكل اليوميات والمذكرات إضافة إلى الصحافة والأوراق الشخصية والوثائق الشفوية مصادر هامة للباحثين تساعدهم في إعداد دراساتهم الجادة رغم غياب الأرشيفات وانعدام الحريات الأساسية في كثير من البلدان العربية. يعني في عندنا إشكالية إنه باحث عربي ما بيسترجي طب في الملك أو ما بيسترجي طب في الحكومات اللي مسؤولة عن النكبة لحد اليوم، ممنوع. فهناك وإذا كان التغلب على العقبات التي ضعها هذا الواقع أمام المؤرخين صعبا، إلا أنه ليس مستحيلا. فهناك طاقات عربية شابة واعدة يمكن رعايتها لإخراج قدراتها البحثية الإبداعية الكاملة إلى النور، وتساهم التطورات التكنولوجية المعاصرة في التغلب على حواجز الحدود وقلة الموارد المخصصة للأبحاث التاريخية. فبعض وثائق الأرشيفات الإسرائيلية وغيرها صارت في متناول يد الباحثين بالنقر على حواسيبهم، لكن إتقان اللغات العبرية والإنجليزية هي مفتاح ضروري لقراءة وتحليل تلك الوثائق على خلفية المعرفة والمقارنة الممنهجة مع المصادر والمراجع العربية. كما أن الخروج من شرنقة النقاشات حول ما إذا كانت الخطة دال بمثابة سياسة عليا إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين صارت ضرورة ملحة. تمحورت فصول نكبة وبقاء حول تجارب الباقين في شمال فلسطين في العقد الأول بعد النكبة، وحملت تلك الفصول تجديدات في سردية حرب 48 وتبعاتها على الفلسطينيين. ويمكن تطبيق منهجيات البحث ذاتها على دراسات مشابهة لمناطق أخرى من الوطن المحتل حينذاك أو لاحقاً في الضفة الغربية وقطاع غزة وغيرها من أماكن اللجوء. فوثائق الأرشيفات رغم أهميتها لا تعكس إلا مصالح ووجهات نظر كاتبيها كما هو معروف، والدراسات التاريخية الحديثة طورت منهجيات وأدوات بحثية تتغلب على بعض الخلل في الشهادات الشفوية كما نعرف من خلال الجرح والتعديل والتحليل والمقارنة وترشيد الاستفادة من الشهادات الشفوية وأخرى مكتوبة في اليوميات والسير الذاتية وملفات المحاكم الإسرائيلية مثلا التي وجدت فيها في بداية الخمسينات كثير من الشهادات الشفوية التي قارنتها مع نفس الشهادات لنفس الأشخاص أحيانا في الثمانينات والتسعينات تثبت أن الرواية الشفوية هي رواية هامة جدا لكتابة التاريخ. ف
فالبكاء على الأطلال وندب الواقع المنكوب بكوارث حديثة لا يشكل بديلاً ولا يخط سبيلاً للخروج من الراهن المر إلى مستقبل واعد يواجه التحديات التي تتراكم أمام أعيننا يوماً بعد يوم. بفكر أني ظل لي دقيقة أو دقيقتين. في الواقع الوقت تمام. شكراً. هذا تفاوضنا عنه قبل الجلسة ولم نتفق عليه. كان في اتفاق سري بينه وبينه. على كل حال شكراً للمتداخلين المحاضرين الثلاثة. عندي ملاحظة بسيطة للأستاذ عادل ثم للأستاذ ياسر بسرعة حتى أفتح باب النقاش. يعني أنا بعتقد أنه اللي عمله عادل في الكتاب الذي لم يتسنى له الحديث عنه كتاب نكبة وبقاء هو تحدث عن المنهجية، والمنهجية هي العودة إلى تاريخ المهمشين. أنا بس أريد أن ألفت الانتباه إلى أهمية هذه المنهجية وأهمية ما يعمل المركز العربي في المشروع الذي عرض جزء منه أمس بقيادة الأستاذ معين الطاهر، والمذكرات التي تنشر كما هي كمصدر. أنا أفكر أنه هنالك إحساس باستعادة التاريخ الفلسطيني، أنه هنالك فترة لم يكتب فيها هذا التاريخ، ومهم جدا استعادة هذا التاريخ. لما حكى الأستاذ عادل عن أنه الجيل من المؤرخين الذي لم يكتب بسبب الخوف، هو قصد في داخل ال 48 في داخل إسرائيل، لم يقصد المؤرخين الفلسطينيين. في الواقع المؤرخين الفلسطينيين، يعني أحد الأشياء اللي ذكرها مثلا أنه بعض المؤرخين الإسرائيليين يأتون ويعني يظهرون ما كتبه المؤرخين وما بحثه المؤرخون الفلسطينيون في السابق وأنتجوه ويأخذون الشرعية بسبب كونهم إسرائيليين. هاي أحد الأشياء في سياسة المعرفة التي يجب أن ننتبه لها. بخصوص الأستاذ ياسر، يعني شكرا، يعني أنا أعتقد أنك عرضت مواد مثيرة كمان في يعني في الربط مع المحاضرة الرئيسية يوم أمس حول تطور التفكير الإسرائيلي بما يخص القضية الفلسطينية. من المهم أن يعني نربط بين تطور الرواية نفسها كما ذكرت، يعني مثلا المؤرخين الجدد. طيب أوكي، أجوا المؤرخين الجدد وعارضوا رواية جديدة، ماذا حدث؟ الرواية الجديدة أخذت تبرير في الأخلاقيات الصهيونية لتبرير ما حدث، والمثال الأهم على ذلك ربما هو كتاب أبي شفيد. يعني هو يوصف ما حدث في اللد بالتفصيل، ولكن يعطي الشرعية لذلك. في فمهم يعني ربط التطور الرواية مع تطور المنظومة التبريرية، وبذلك أيضا تطور توجهات السياسة الإسرائيلية والاستراتيجيات الإسرائيلية خاصة في المواجهة الحالية. أفتح باب النقاش ما شاء الله. طيب أنا سأعمل على أخذ أسئلة من الجانبين. الأستاذ معين، الرجاء أن الأستاذ معين الطاهر ثم ننتقل إلى الجانب الآخر. تفضل. واحد واحد بينج بونج. أنا عندي يعني ملاحظتين أو سؤالين للدكتور عادل مناع والدكتور محمود محارب. دكتور عادل مناع، تحدثت عن أنه وصف وليد الخالدي لأنه الفلسطينيين كان لا حول لهم ولا قوة، واعتبرت أن هذه نقطة ضعف. يمكن تكون هاي توصيف حقيقي، أنا أظن أنها توصيف وليست نقطة ضعف، لأنه أنا أظن أنه من بعد انتهاء ثورة 36 ونفي أغلب قيادات الحركة الوطنية إلى الخارج، حتى 47 كان في ضعف شديد في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية، ما قدرت القيادات المنفية تخلق بدائل يعني. وهذا أدى أن الفلسطينيين عندما واجهوا حرب 1948 واجهوها بلا حول ولا قوة كما قال وليد الخالدي. الدكتور محمود، يعني بشكرك على حماسك، لكن بصراحة هذا الحماس خوفني شوي. خفت أن الأيديولوجيا تتفوق على البحث الأكاديمي، يعني هاي هي نقطتي اللي أنا مش تماما متأكد منها، لأنه البحث مش بإيدي، بس هذا الحماس الزائد خوفني.
اسمح لي اسمح لي خليني اخلص بس يعني معلش يعني انا كمان بشكر رئيس الجلسة على صبره يعني عليك فيعني كمان ما تخليني اشكر حالي ايضا على هذا الموضوع. فانا بعرف انك انت مستند لوثائق وانك يعني طبعا لا شك استاذنا في في في, في البحث الجاد لا شك، ولكن انا بدي انبه لهي القضية وبدي اثني على الكلام اللي حكاه الدكتور نديم حول هل تطورت، وهذا سؤالي يعني هل تطورت الحركة الشيوعية، هل تغير موقفها، ايش سبب؟ طبعا انا عندي تفسير بس ما بدي اتعدى على اجابتك عليه يعني بهذا الموضوع. السؤال الثاني للدكتور محمود ايضا، قديش نسبة العرب اللي شاركوا بهذا الموضوع؟ هل كانت اغلبية يهودية ولا في عرب بهذا الموضوع؟ وملاحظة عابرة يعني بتعرفها طبعا حول أميل حبيبي، إيش بالضبط كان دوره في موضوع صفقة الأسلحة التشيكية؟ شكرا. تفضل. رجاء ذكر الاسم للميكروفون قبل بدء السؤال. على السؤال عيده مهم يسمعوا محمود. تفضل. رضوان زياد المركز العربي. أنا عندي ثلاثة أسئلة بسرعة لكل من المتحدثين. أبدأ بالدكتور عادل. النقطة الرئيسية التي اعتمدوا عليها الباحثين يلي اشتغلوا في الإبادة الأرمنية إنه شغلتين لإثبات ما يسمى الجينوسايد، أرمينيان جينوسايد، رغم إنه حثت قبل ابتكار المفهوم بحد ذاته. النقطة الأولى أنه ليس هو المشكلة في عدد القتلى، كما نعرف أنه ليس هذا عامل رئيسي، لكن العدد الأكبر من الديسبليسمنت، يعني العدد الأكبر الذين أجبروا على ترك منازلهم. النقطة الثانية هي إثبات الانتنشن لدى القيادة العثمانية في تلك الفترة، وهذا ما حسنه. ليش إلى الآن ما حسننا نثبت نفس الشيء فيما موضوع ما يسمى البلسطينيين جينوسايد، يعني هذا العدد الكبير من المجبرين على الهجرة؟ هل هو لنقص إثبات ما يسمى الانتنشن لدى قيادات الهاغانا وغيره؟ وبالتالي هاي أعتقد مقارنة مهمة يجب أخذها في عين الاعتبار. بالنسبة للدكتور محمود، يعني أنت بدأت كما نقول بالثقافة أنه أنت هولد، يعني وضعت الشيوعية للبرنسبلز، انه يفترض الشيوعية ما تكون. انا اعتقد انه في عام 1942 ل45 كانت الفكرة الشيوعية متصالحة تماما مع الفكرة الصهيونية، وبالتالي يعني ما بتحسن hold communism into principles انه كانت ضد فكرة، لا، كانت الفكرة الشيوعية متصالحة. واختلفت الاتحاد السوفيتي كان اول من اعترف من اسرائيل، وبالتالي أعتقد أنه التفكير اختلف فيما بعد لما إسرائيل وقفت تماما مع الكامب الولايات المتحدة، وبالتالي هاي نقطة رئيسية. السؤال الثالث للدكتور ياسر، للمؤرخين الجدد بيني موريس وأفي شلايم وإلين بابي، أعتقد بيني موريس مختلف عنهم بشكل أو بآخر، لأنه كتاباته ب 1994 مختلفة تماما عن 2008 وفيما بعد، وهذا يلي قلته بالضبط. أنا سؤالي إليك إنه لماذا بينو موريس اختلف في روايته؟ عن ما هي الأسباب؟ هل هناك أسباب في الريسيرش في البحث أكاديمية أو أسباب شخصية أو إنسانية؟ وشكرا. شكرا. إيهاب شلبك. سؤالي لمحمود، إذا كان في محمود وعادل في إمكانية يكون حوار بالنسبة لنهج البحث. محمود، عم بتطلع انت على النص ومن النص عم بطلع سياق، هلأ في إمكانية نرجع ونفكر في سياق آخر، لأنه على ما يبدو أنه سياق الحزب الشيوعي الإسرائيلي الفلسطيني كان السياق الصهيوني، ولكن الحزب الشيوعي الإسرائيلي بتحوله كجزء كبير من الأقلية الفلسطينية كان في جزء منه أصبح ضمن سياق البقاء الفلسطيني. ولكن إذا عملنا قراءة حسب النص في إمكانية نكون جائرين بالنسبة لتحول حزب الشيوعي الإسرائيلي لممثل في فترة معينة للبقية الباقية من شعبنا في فلسطين. هي عندي فقط ملاحظة. لا
هي ملاحظة فقط قصيرة الحقيقة، ما يعني أتفق مع عديد من الأمور التي قيلت اليوم، فقط لأنه أخشى أن يساء فهم كلام محمود. أنا على فكرة أتفق مع محمود في كل ما قاله، وأعتقد أنه يجب أن يؤخذ بجدية، ولا ليش؟ لأنه صوته عالي معناته أيديولوجي يعني. هلا ال تعرف طبعا معين أنه كان يلقي خطاب الرجل. بفكر أنه قائم على بحث جدي للأرشيف، ولا أتفق مع ملاحظة نديم حقيقة بعد ملاحظته. لا أتفق معها لأنه أولا ليش بعد هاي إجت الملاحظة يعني، ولماذا يجب أن أذكر ماذا يفعل الحزب الشيوعي الآن إذا كنت أتحدث عن الأربعينات؟ هو حدث عن الحزب الشيوعي في سياقه التاريخي، ما المشكلة في ذلك؟ لماذا يجب أن أقول أنهم الآن تطوروا وكذا؟ هو تحدث عن تلك المرحلة، وتلك المرحلة توصيفه دقيق. إذا عنده أحد توصيف آخر يجب أن يأتي بتوصيف آخر، وليس القول أنه لكنهم كذا. التوصيف عن تلك المرحلة أنا بعتقد حتى أقل مما يعني الواقع أسوأ مما قاله محمود. يعني هو ما كان عنده وقت يشرح كفاية. هاي الحقيقة. هلأ أنا بعتقد الشيوعيين إذا كان تغيروا يجب أن يراجعوا هذا التاريخ، مش إحنا ندافع عنهم، هم يجب أن يراجعوا هذا التاريخ مش أنا. إذا فعلا تغيروا يجب أن يقوموا هم بنقد ذاتهم على هذا، خاصة الفلسطينيين منهم اللي انضووا في مؤتمرات ووقفوا على نشيد هاتيكفا وإلى آخره. هذا دورهم، مش يعاتبوا الناس اللي راجعوا هذا التاريخ إذا كانوا فعلا تغيروا. أما إخفاؤه، وأنا أعتقد يعني الموضوع ليس فقط حقائق تاريخية، في قضية هنا، والقضية أولا أيديولوجية فكرية، أنه كان في تيار حقيقي في اليسار يرى أنه البرجوازية والحركة العمالية اليهودية هي تقدمية قياسا بنظام الإنتاج العربي اللي هو أفندية وفلاحين ورجعية، وكانوا يسموهم الأفندية بلغتهم. يعني في بالنظر الماركسي ما يسمى منظومة اجتماعية اقتصادية أكثر تطورا من المنظومة الاجتماعية القائمة، واحد. تنين، حلفاء بريطانيا في حين هؤلاء ممثلين نقابات ولا آخره. الصراع الرئيسي، انتبهوا دائما، التناقض الرئيسي بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر كذا، إخضاع كل شيء للتناقض الرئيسي. طبعا بيطلع أنه إسرائيل قوة تقدمية متحالفة مع المشرق، مع الشرق أوروبا، ضد بريطانيا، ضد الاستعمار البريطاني، وأن العرب حلفاء بريطانيا عملاء في المنطقة. يعني الأمر ليس يعني contingencies ولا مجموعة مفارقات، في تبريرات أيديولوجية فكرية لهذا. في فترات حصل فيها صراعات، أيضا صدى للصراع السوفيتي معهم، عندما حصل الصراع مع البوندز في الحركة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، ومع محاولات الشيوعيين إقامة نقابات عمال لليهود، وستالين هاجمهم ولينين هاجمهم. لكن في مراحل في اعتقاد كان أنه في المنطقة العربية قد يكون هؤلاء رأس حربي للنفوذ السوفيتي في المنطقة ضد النفوذ البريطاني. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما ننسى مثل كل الحركات أنه هم جزء من المعسكر الصهيوني، سواء تركوه أو انشقوا عنه أم لا، لكن هن جاءوا ضمن الموجة الصهيونية إلى المنطقة، أجبروا على تعريب الحزب بقرارات من الكومنتيرن لقبولهم أعضاء في الكومنتيرن، أجبروا على تعريب الحزب. يعني هذا كان قرار من الكومنتيرن، مش منهم تعريب الحزب. وفي تلك المرحلة كفصائل في ضمن خلينا نسميه اليشوف العبري، في اليشوف اليهودي في كفصيل، كان يزاود مثل ما العرب بيزاودوا على بعض. يعني هنا أنا بعتقد اللي حكاه محمود خاصة خلال حرب 48 نوع من المزاودات بين حركات قومية في سياق حرب مع الآخر، مين معادى العرب أكثر، مين بده يجيب أراضي أكثر. لا إلى أنا يعني في معلوماتي إلى ما بعد 67 حتى، يعني بعد ما بدأ الشق التاريخي بين الحركة الشيوعية والحركة القومية العربية، وبدء تحالف، متأسف، التحالف التاريخي بين الشيوعي والحركة القومية العربية، يعني بدء التحالف السوفيتي الناصري وانشقاق الحزب الشيوعي وانضمام العرب عمليا ل يعني ابتعاد الشيوعيين اليهود عن الاتحاد السوفيتي بسبب تحالفه مع عبد الناصر. أنا أعتقد إلى تلك الفترة إذا بتراجعوا الخطابات، النقد الرئيسي على عدم استيعاب الهجرة، على عدم تقوية الاستيطان، يعني باللغة الطبقية اللي حكى عنها، هذا مش فقط بال 48 غير صحيح، لا السبعينات الحركة الشيوعية تنتقد إسرائيل على عدم استيعاب الهجرة، على عدم جلب مهاجرين جدد كما يجب، هاي الحقيقة.
هلا اللي يجب ان يراجع هذا وينتقد هو، ولذلك انا بعتقد انه الموضوع مهم. هذا طبعا اطلاقا لا ينفصل على انه انضم لاحقا وطنيين فلسطينيين للحزب الشيوعي، انه كان الاطار الوحيد الممكن العمل فيه، انه الكثير من الشباب الفلسطيني والمثقف، لانه اسرائيل لم تسمح بتنظيم حزب عربي، مش لانه هذا كان الإطار الوحيد الممكن أن تعمل فيه وأتاح المجال لوطنيين فلسطينيين. وانقلبت الصورة كما تعلمون لما بدأ التحالف السوفيتي مع الحركة القومية العربية ضد إسرائيل، هذا كان التحول الحقيقة. يعني قبل قليل من 67 عم نحكي على 65 إلى آخره. هذا وطبعا باقي بحيي جميع المحاضرين، أخونا صديقي عادل والدكتور ياسر والجميع، شكرا جزيلا. عمار السمر، والله الأستاذ الدكتور عزمي اختصر سؤالي ولكن أضيف قليل. يعني عمار السمر من جامعة باموقلا. المهم يعني أختصر، يعني في كنت سأتكلم عن السياق. يعني الشيوعيين، الحزب الشيوعي لحتى النكبة شيء قام شيء بالفعل، يعني سلاح، توطين، قتال، بعد ذلك كلام تنظير، يعني بعد ذلك كلام، يعني على مستوى الفعل شارك بالقتال، بجلب السلاح، بجلب الرجال، بالتوطين. أما بعد النكبة فيما بعد كلام، يعني لا يقدم ولا يؤخر، ربما يرضي ولكن لا يفيد. شكرا. طيب صباح الخير للجميع، يعطيكم العافية على المداخلات المهمة. أنا بدي يعني أوجه فكرتين. أنا اسمي سامي أبو شحادة من يافا. الفكرة بدي أسمع يعني رأي المشاركين بشغلتين أنا باعتقادي مهمات، كمان لما إحنا بنحكي على موضوع النكبة والتاريخ والكتاب. يعني في سؤال دائما الواحد بفكر مهم كتير نفكر فيه، اللي هو عملية المحو. طب يعني إحنا جماعة إحنا بنحكي حدث ساير ب 1948، مش كتير قديم، وجزء كبير من الناس حتى مؤخرا كانوا عايشين، اللي عاشوا الحدث واللي كانوا فاعلين بالحدث. السؤال الأولاني هو كيف منفهم قدرة إسرائيل على المحو، على أنه اتغيب القصة الفلسطينية أو القصة تبعت مئات ألاف الناس، مش بس عن يعني عن مجتمعها، كمان عن إن الفلسطينيين اللي كانوا موجودين. هاي قدرة المحو أو طريقة المحو، هاي الواحد لو بسمع عليها كيف انتم بتعرف يعني كيف ممكن تفهموها. والشغلة الثانية هي الإعجاب الفلسطيني. هلا طبعا أنا ما عندي ولا إشي لا ديد بابي ولا يعني أنا بعلاقة منيحة يعني مؤرخ ومهم واللي بدكم إياه، بس جماعة احنا كنا ندرس بجامعة بير زيت تطور أو نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين بكتاب بني موريس فترة طويلة. يعني مش يعني هلا في انتقادات على موريس منيح يعني بس في إعجاب عالمي. طبعا الإعجاب العالمي دائما منفسره انه في عنصرية وسياسات وعلوم واللي بدكم اياه، انه امريكا اقرب، ماشي، بس في كمان إعجاب عربي باللي بنعمل. بنقول شغلات كاتبها وليد الخالدي بالخمسينات والستينات، بيجي بنشرها إيلان بابي بالتسعينات او قبل عدة سنوات، صداها ودوشتها بالعالم العربي او في المجتمع الفلسطيني اكثر بكتير. فكيف بدنا نفهم كمان الشغله هاي والعالم. طبعا العالم احنا دائما عندنا تفسيرات انه عنصريه واقرب طب احنا حتى فلسطينيا بنعرف عن المؤرخين الجدد الاسرائيليين اكثر من انتاجنا احنا بالبحث والتاريخ. شكرا. يعني نكتفي بهذا القدر، ناخذ الاجوبه 3 دقائق لكل متحدث. نبدا من الاستاذ ياسر لانه اسمي ذكر من قبل الأستاذ عزمي. فقط أقول أنه أنا أعتقد أنه ما قال الأستاذ محمود هون لا شك لدي في يعني الأكيرسي، ولكن لازلت أعتقد أنه هنالك يعني مجال لتوسيع هذا اللي عرضه الأستاذ محمود في وعرضه في السياق التاريخي. على أي حال الأستاذ ياسر تفضل. أوكي، عندي عدة نقاط مهمة، أمل أن يكفي 3 دقائق. أولا بالنسبة لقضية موريس،
في الحقيقة كتابات موريس تحتاج إلى تفكيك، ليس فقط من قبل المؤرخين ولكن أيضا من قبل ناس مدربين في النقد الأدبي. مثلا هناك أنا السبب الذي أخذت فيه الفصل عن حيفا يجب هو عبارة عن مقطع في نفس الوقت أفقي من ناحية مقارنته مع مؤرخين آخرين، وأيضا عامودي لمقارنة ما حدث في 87 في كتاب 87 و2008. عند موريس تكتيك استراتيجي ذكي جدا يجب، حتى الآن ما حد التفت له. فهو لإجابة على سؤال الأستاذ رضوان، موريس لم يتغير، وهذه نقطتي وحاولت أنا أن ممكن ما وضحتها بشكل كافي. لم يتغير، لأنه هو في قراءتي أنا بدأ في أسطورة جديدة. ما تغير هو هجوم أيلول 2001 فتح مجال وخطاب جديد في العالم الغربي، فهو ركب هذا الخطاب وهو أعاد قراءته لما حدث في 48 من وجهة نظر جهادية، ولكن المحتوى لم يختلف، هو قدمه بشيء جديد. الآن مرة أخرى يجب تفكيك خطاب موريس. بالنسبة ما قلتوه عن لماذا اهتم العالم ببابي، هذا شيء طبيعي. كيف تتوقع أن العالم كان لا يهتم بالعرب أبدا ويعتبرهم أنهم يعني كل رواياتهم غير حقيقية، ثم يأتي يهودي من إسرائيل ويقوم أيوة تماما ويقدم هذا شيء طبيعي. بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية لم تهتم ببابي أبدا، لا يوجد معه ولا مقابلة واحدة على الإعلام الأمريكي بالمقارنة مع شافيت. كل المراجعات اللي وجدتها أنا في الأبحاث الإلكترونية فقط ثلاثة، واحد منهم مشكك فيه وإثنان يعني، فليس هناك اهتمام. أما بالنسبة لنا الاهتمام العربي، وبالمناسبة ليس من العدل أن نقول أن بابي فقط أعاد رواية الخالدي، لا، هذا غير صحيح، لأن بابي ركز رواية الخالدي من خلال الأرشيف الصهيوني. أستاذ رضوان، ما تكلمت عنه عن الجينوسايد الذي صك مبدأ الجينوسايد هو رافائيل لمكن في عام 1943 خلال المحرقة اليهودية. من ذلك الوقت حتى الآن هناك فرع كامل اسمه جينوسايد ستاديز، وهناك يعني حوار هائل، ما هي نقطة الفصل ما بين ما نسميه جينوسايد إبادة وما نسميه تصفية إثنية، يعني الإثنيك كلينزينج. فما يتفق عليه الآن الباحثون المختصون في الجينوسايد ستاديز هو عامل القتل الإبادة. فاسمح لي يعني ما تقدمت به حضرتك عن قضية الديسبليسمنت لا تعتبر، هذا أنا لست مختص وأقول لك ما يقوله هم، لا تعتبر هي عامل بالجينوسايد. نحن لو أخذنا رافائيل لمكن هو بذاته، نعم بإمكاننا أن الكاتيجوريز التي قدمها لمكن نطبقها على الفلسطينيين، بإمكاننا أن نتكلم عن فلسطينيين جينوسايد، نعم. ولكن إذا أخذنا ما حدث بعد ذلك فهذه النقطة الفارقة. أعتقد أني استخدمت ثلاثة. أستاذ عادل، تفضل. شكرا. أولا بالنسبة للأستاذ وليد الخالدي، بدون شك أنه هو قدم الكثير، وهو من أكثر من كتبوا في الموضوع الفلسطيني، وطبعا أنا أحترم كثيرا، إلا أنه هذا لا ينفي أنه هناك غياب إلى حد ما للأداء الفلسطيني رغم ضعف المجتمع الفلسطيني، يعني هناك غياب للأداء الفلسطيني قيادة وشعبا، وهناك ما يقال عن هذا الأداء أحيانا وكان إيجابيا في بعض المناطق مثل الجليل الأعلى. بن غوريون أعلن في 26/9 في الحكومة الإسرائيلية 26/9/48 وعندما سيتم احتلال الجليل كله لن يبقى للفلسطينيين شيئا أن يفعلوا غير أن يهربوا، وهذا ما قام به الجيش الإسرائيلي في عملية ما يسمى عملية حرام، إلا أنه حوالي نصف أو أكثر من نصف الفلسطينيين في الجليل الأعلى عادوا أو طردوا أو عادوا أو بقوا في أماكنهم رغم 14 مذبحة خلال أسبوع، ولم يقتل أي جند إسرائيلي في احتلال الجليل الأعلى. يعني بمعنى أنه هناك جوانب ممكن الإشارة إليها، يعني لا نكتفي بمقام به الأستاذ وليد الخالدي. كتابي كله هو محاولة يعني لإعطاء الجانب الآخر للنقد، يعني من الجهتين، أولا للجانب الإسرائيلي وهذا شيء الأساسي. بالمناسبة كتابي صدر بالعبري برضو من قبل معهد فان لير
وإذا هو الجانب الآخر، الرواية الأخرى الفلسطينية المؤنسني اللي فيها أنسني، وأيضا للرواية النخبوية الفلسطينية، لأنه أعتقد أنه إسماع صوت المهمشين هو شيء أساسي ويجب التأكيد عليه. أخيرا بالنسبة للحزب الشيوعي، أنا عندي الفصل كامل هون، الفصل الثالث عن الشيوعيين الفلسطينيين، عن عصبة التحرر وما قام به الشيوعيين الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون والعراقيون في مواقفهم، ولكن الفلسطينيون اللي خاصة في شمال فلسطين اللي ركزت عليهم قاموا بدور أيضا بالتعاون مع الجانب الإسرائيلي عسكريا أيضا وليس فقط سياسيا. ولا وقت لدي للعمل، يعني أميل حبيبي اللي حد سأل عن أميل حبيبي، أميل حبيبي سافر مع ميكونس لبراغ لجلب السلاح، وهناك روايات مختلفة له وغيره، وأيضا هو في مؤتمر حيفا في ماي في سينما ماي يؤكد هناك في خطابه بالعبري أمام الجمهور، واللي نشر هذا الكتاب فقط بالعبري لم ينشر بالعربي، إنه الفلسطينيون الشيوعيون قاموا بأدوار عسكرية خلف خطوط العدو. العدو هو طبعا الدول العربية. وشكرا. شكرا عادل. بخصوص إميل حبيبي يعني كمان مرة، إذا بتطفي هذا عادل بكون منيح. إميل حبيبي هناك رواية إنه شارك في جلب السلاح، لكنها لم يتحقق منها أبدا. ليس فيعني هذا رواية فقط. الأستاذ عادل وأرجو الأستاذ محمود أيضا أن تتطرق إلى سؤال حول الانتقائية فيما أحضرت. 3 دقائق تفضل مثل الآخرين. أو عادة بنأخذ 5 دقائق. تناقشت أنا والدكتور فقال لي لا بدي أفرض 3 دقائق. أنا بقول لا، يعني رئيس الجلسة محمود الرجاء الإجابة على الأسئلة. لا أنا بحق أنا أعطي لي وقت، هذا من وقتي. رئيس الجلسة عنده صلاحيات ولكن ما بيخرج عن المتعارف عليه. إحنا كل مرة في المركز العربي بنعطي 5 دقائق للمجيب رجاء. هذا واحد. هذا على وقت. اسمح لي محمود، هذا على وقت يعني الفرصة. نعم. للمشاركين أرجوك الالتزام، إذا لم تلتزم أنا سأنهي الجلسة. تفضل. جيد، أنا ملتزم وبتحدث رجاء شوي. في قضايا مهمة اللي تحدثت عنها، هذا البحث اللي أنا بقوم فيه عشان ما تبينش اني بتحدث بحماسي. انا كنت باسرع لانه مرحوق في الوقت ورافع الصوت عشان تسمعوا، ولكن البحث اللي بقوم فيه هو جزء من بحث كبير لم يحدث حتى الان. انا كتبت كتاب عن الحزب الشيوعي الاسرائيلي والقضيه الفلسطينيه، وكان ايضا هذا اختراق، لانه ما هو الانطباع عن الحزب الشيوعي الاسرائيلي اليوم بيختلف عن دوره في المشاركة في النكبة في 47 48 49، مختلف ويتناقض معه. هذا واحد. هذا الموضوع بده حقه، وبما انه احنا بنكون في 20 دقيقة فبيكون الواحد مسرع. هذا شيء واحد، وهي انا بعتقد انه عندكم الذكاء لتدركوا ذلك يعني، والحكمة والمعرفة. هلا بالنسبة للسياق التاريخي، انا حددت انه نحن نتحدث عن دور الحزب الشيوعي الإسرائيلي في النكبة وليس ما بعدها، وهذا أيضا أنا أعتقد أنه كل واحد منكم بيدرك هذا الأمر. أنا ليس دوري وليس مطلوب مني أن أتحدث عن الستينات والسبعينات، وأتفق مع كل كلمة حكاها الدكتور عزمي بهذا الخصوص. الحزب الشيوعي الإسرائيلي هو الذي عليه أن ينتقد نفسه وليس نحن. الحزب الشيوعي الإسرائيلي هو الذي عليه أن ينتقد نفسه بخصوص مشاركة أعضائه في الجرائم، بخصوص مشاركة أعضائه في الطرد، بخصوص رفضه لعودة اللاجئين. كل هاي الأمور اللي تحدثت عنها هو اللي لازم يقولها. بس في إشي ثاني أنا بدي أحكيه بخصوص المنهجية علمية. وأنا طول وقت في أبحاثي أخذ الموضوعية وكل الشروط الأكاديمية، ولكني أنا منحاز لقضية شعبي ومنحاز لقضية العدالة. أنا كمان إشي واحد بدي أقوله، أنا بلشت أكتب عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي في السبعينات، وأنا إلي دور سياسي أيضا، يعني مش متفرغ سياسي ولكن إلي دور.
أنا أثرت على الحزب الشيوعي الإسرائيلي في كل نقطة من تاريخ تطوره في السبعينات والثمانينات والتسعينات. طرحت كان الحزب الشيوعي الإسرائيلي يرفع العلم ويحدث نشيدة تكفى، كتبت عن هذا الموضوع، نحن في صراع معه. نعم قلت مش عيب ومستحيل أنك تجيب ناس عرب فلسطينيين شبان من أحسن الناس وتقولهم انشدوا ما دام قلب اليهودي ينبض، قلب اليهودي أنا كفلسطيني ما دام قلب اليهودي ينبض سأبقى أحلم بأرض الآباء والأجداد. انتقدته أنه كان يقول عن نفسه حزب الوطني الإسرائيلي غيروها في كثير. انتقدته أنه كان يتخلى ويقول عنا أنه إحنا مش فلسطينيين، إحنا من أصول فلسطينية، كنا إحنا جزء من الشعب الفلسطيني. انتقدته لما كان يقول منظمة التحرير الفلسطينية عنهم يوصفهم بإرهابيين، قلنا هاي منظمة التحرير حركة تحرر وطني، وغير موقفه. لا، في صراع، إحنا مش محايدين، في صراع، وعليه هو الذي ينتقد نفسه وهو الذي يحاسب نفسه. شكرا لكم. شكرا نديم.